طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان. تاج الوقار حراسته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان. قد عاهد الحفاظ رب صادق، عند امتلاء القلب بالفرقان. اصعد وحلق في السماء مراتلا، فلقد حظيت شفاعة القرآن. مهم الإخوان اللي أول مرة كيشاهد القناة ديالي يونس الأشواق، ما ينساش يدير الاشتراك، يشترك في القناة ويضغط على زر الجرس ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، ولا يقديم معنا في القناة ميبخش علينا باللايكات اللايكات اللايكات والكومنتير باش القناة ديالنا تزيد تكبر إن شاء الله. الإخوان باش هاد الشرح اللي اليوم اللي غنقول لكم هو راه كيستعملوه بزاف ديال القنوات الكبار، يعني الطريقة بسيطة، يعني ندخلوا في الموضوع ديالك باش ما نطورش ما يجيش الفيديو ممل. ممكن تدخل أي واحد عنده ديك الصورة الصغيرة ديال القناة ديالو كيضغط عليها، كيدخل يور شانيل أو قناته وكيضغط، وغادي تهز هذا الرابط كامل ديال القناة ديالك غادي تهزو، وغادي نخلي لكم داك سميتو في الوصف، نخلي لكم في الوصف لتحت. يعني كاينين وحدين عفوا كاينين الناس اللي عندهم في الرابط ديالهم كتكون علامة استفهام وكتابة من الاخر، كيفضل تمسحها وغادي تكوبي هذا الرابط. انا غنخلي لكم تحت ديال الوصف كتكوبي وكتزيدو مور ديال الرابط ديال القناة ديالك، واللي ما عندوش علامة استفهام من الاخر ماشي مشكل، كينسخ هذا وكيزيدو على القناة على الرابط ديال القناة ديالهم، من بعد ما تسالي كتنسخ الرابط كامل كتعمل له كوبي او نسخ، كتمشي لجوجل من بعد باش كتبان لك ديك الواجهه اللي غتلوح المشاهد قبل ما يشاهد قبل ما يدخل القناه ديالك، كتطلع له ديك الواجهه باش كيدير الاشتراك، عاد كيدخل بامكانه ديك الساعه يشوف لي فيديو ديالك نتايا. يعني غادي نلاحظوا عندي كونيكسيون ثقيلة، عفوا راه ما عنديش ديك اللعيبة باش كتصور في البيسي، مازال ما عندي واحد البيسي ثقيل. يعني هذه هي الواجهة اللي قلت لكم كطلع له سبسكرايب اما بالفرنسية الا عندك عفوا بالانجليزية و بالعربية، يعني ديك الساعة بامكانه حتى كيدير سبسكرايب عاد باش تلوح القناة ديالك. هذه هي الطريقة، يعني الطريقة كيبغيك تبارطاجيها، يعني بامكانك تبارطاجيها حتى في الفيسبوك تحت اللينك، باش غير بمجرد ما يضغط عليها غادي تروح للقناه ديالك غتطلع له ديك الواجهه اللي شفتو دابا، عاد تيدير سبسكرايب اشتراك عادي باش يمكن يدخل الفيديو. يمكنك ديرها حتى في الوصف لي فيديو اللي كتحط في اليوتيوب، تحطها في الوصف وكتقول لهم اشترك معنا في القناه. هذه الطريقه، نكون نتمنوا عجبكم الفيديو وما تبخلوش علينا بسبسكرايب واللايكات ولي كومونتير زوينين، واللي عنده شي اراء يحطو لتحت.